السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين وأهلا ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله راح أسوي لكم برتقال. شوفوا هذا الحجم، صغير هذا الشكل، والليمون بنفس الطريق هذا الشكل. مكون أساسيات حيكون كلش بسيطة ولذيذة. نحتاج أي هي بقوق الحامض اللي هي سمينا برقوق الأخضر، وراح نسوي مع البرقوق. شوفوا هذا الشكل، شوفوا وأصيل فاكهة الحمراء، شوفوا هذا الشكل، وحتشوفوا أنا أعمل الوصفة يلي بالعصار. انا عملت العصير. لايك شير سبسكرايب قناتي. انا اشرب. باي، مع السلامه.